ده كشامل. حابين ايه؟ انا رايي ان احنا ناخد مراجعه شامله على كله من اول ما خدنا لحد ما وصلنا. ايه الدنيا معاكم؟ مستعدين؟ ها عادي تمام، اللي حضرتك عايزاه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دلوقتي احنا الحصه النهارده هنتكلم فيها على الباب الاول اللي هو نص يعتبر المنهج بتاع الترم الاول. خلاص، طب هنتكلم ازاي او باي طريقه؟ هنبتدي نشوف الاول العمليه البحثيه اللي احنا شغالين فيها ايه. احنا بنتكلم من اول درس لحد الدرس الرابع في الباب الاول عن تطور التركيب الذري، يعني العلماء عملوا ايه علشان يوصلوا للتركيب الذري اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، اللي هو ايه؟ عباره عن الكترونات وخارج النواه، جوه النواه بروتونات، جوه النواه نيوترونات، التركيب الذري اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. طيب اول عالم ظهر معانا في التركيب الذري ده كان اسمه ايه؟ كان عباره عن فيلسوف اغريقي يسمى ديموقراطس. ديموقراطس ده عمل ايه؟ بدا يمسك الماده ويقعد يجزئها لاجزاء صغيره، كل ما يجزئها يلاقيها تقبل التجزئه، كل ما يجي يجزئها تقبل التجزئه، لحد ما يوصل لجزء صغير، الجزء الصغير ده لا يقبل التقسيم او لا يقبل التجزئه. سماه ايه؟ سماه اتوم بلغته الاغريقيه، ماشي؟ كلمه اتوم معناها لا للانقسام، وبلغتنا اللي هي ذره. يبقى اول من توصل لكلمه ذره كان العالم مين؟ ديموقراطس. يبقى اول واحد معانا العالم ديموقراطس، اول من توصل لكلمه ذره. بعد العالم ديموقراطس هنا ظهر لنا عالم تاني اسمه ارسطو. كان الوقت ده كل الفلاسفه الاغريقيين بيحاولوا يتدخلوا في مواضيع تعتبر مش بتاعتهم، بس احنا ايه؟ كانوا متسابين في الموضوع ده وبيتكلموا فيه. طب قال ايه ارسطو ده؟ جه قال ان الماده عباره عن اربع مكونات مخلوطين مع بعض. الكلام ده ينطبق على العناصر واي شيء موجود في الطبيعه؟ ايوه، اي شيء موجود في الطبيعه. طب يا عم ارسطو قول لي ايه الاربع مكونات بتاعتك دول؟ قال لك ميه ونار وتراب وايه؟ وهواء. ميه ونار وتراب وهواء. طيب المكونات دي مخلوطه بنفس النسب، يعني كل العناصر اللي موجوده في الطبيعه ليها نفس النسب؟ قال له ايوه بنفس النسب، لا بس بنسبه واحده للعنصر الواحد، يعني من عنصر لعنصر تختلف النسب دي. طيب ماشي كويس. جم العلماء بدأوا يستشيروه، طب احنا كده نعمل ابحاثنا ازاي؟ قال لهم ده انا عندي خطه جميله جدا. ايه الخطه بتاعتك دي؟ قال لك انا ممكن احول المواد الرخيصه الى مواد نفيسه وغاليه. طب ازاي هنحول الكلام ده؟ قال لك بتغيير نسب المكونات الاربعه، بدل ما تكون النسب دي مناسبه للنحاس العب في النسب واغيرها واحولها لايه؟ لذهب. بدل ما تكون النسب المكونات الاربعه زي للالومنيوم، لا انا العب في النسب دي واحولها لايه؟ لمعدن غالي زي الفضه. وبداوا العلماء يمشوا وراه مغمضين، ليه؟ عشان الفكره دي هتوصلهم لفلوس اعلى، ان هم يحولوا المواد الرخيصه الغاليه. فضلوا وراه ماشيين قد ايه؟ 1000 سنه. 1000 سنه بيعملوا في تجارب فاشله، مفيش ولا تجربه معاهم نجحت. فظهر عالم بعد الألف سنه ده كان اسمه بويل، جه قال له ارسطو وقف على كده، رفض فكره ارسطو. العالم الثالث مين؟ اسمه بويل. بويل ده لما جه اتدخل، ارسطو كان اساس فكرته ان هو يحول ماده الى ماده، او عنصر لعنصر، او عنصر يطلع منه عنصر اخر. فلما جه بويل قال له لا لو سمحت انا هديك حاجه واحده في التركيب الذري. ايه هي؟ قال له هديك تعريف العنصر. طب تعريف العنصر ده ايه حضرتك؟ قال له ان العنصر ده ماده نقيه لا يمكن تحليلها الى ماده اخرى او الى ما هو ابسط منه. ماشي؟ يبقى بويل عمل ايه؟ وقف فكره ارسطو، رفضها ووقفها. وقفها بازاي؟ ان هو ادى تعريف للعنصر. تعريف العنصر بالنسبه له كان ايه؟ قال له الماده دي، العنصر ده ماده نقيه لا يمكن تحليلها الى اي ماده اخرى زي ما انت بتتكلم، او ان انا احللها الى مواد ابسط منها. حلو كده؟ ظهر بعد بويل، طبعا بويل ما اتكلمش غير في تعريف العنصر بس، ده اللي اضافه في التركيب الايه؟ الذري. ظهر بعد كده عندنا العالم تومسون. العالم دالتون، العالم دالتون الخامس هو تومسون. طيب العالم دالتون هنا قال ايه؟ العالم دالتون لما جه اتكلم ادانا حاجه اسمها نموذج. نموذج يعني ايه؟ حاجه اتصورها وابتدي ادرس عليها. ادانا ايه؟
قال ان انا عندي العنصر تحت الميكروسكوب بيجيني بالمنظر ده كده. تمام، بالشكل دوت تحت الميكروسكوب. طب انا استفدت ايه من الشكل ده؟ لا، حاول تفهم. احنا عندنا العنصر، يبقى العنصر يتكون من ايه؟ يتكون من دقائق صغيره. ايه الدقائق الصغيره دي؟ تسمى ذرات. تمام، يبقى ده ظهر في الشكل دوت. طيب هل انا عملتها مقفوله ولا مفتوحه كده؟ مقفوله، يبقى عندي الذره مصمته لا يوجد بها فراغ. تمام، ايه كمان عندي من الشكل دوت؟ ان ذرات العنصر الواحد متشابهه، شبه بعض، متشابهه في ايه؟ في الشكل والكتله. تمام، ايه تاني من الشكل ده استنتجته؟ جه قال لك انها لو خدت واحده وقسمتها لا تقبل التقسيم، يبقى الذره لا تقبل التقسيم. ماشي، فعندنا دالتون اتكلم في النموذج ايه؟ نموذج اقدر اطبق عليه. وقال كمان حاجه تانيه، قال ان المركب عباره عن اتحاد عناصر بنسب وزنيه بسيطه. يعني ايه بنسب وزنيه بسيطه؟ يعني ممكن احط مثلا عنصر اهو مع عنصر، عرفت منين ان ده مركب؟ ده شكل والذره اللي جنبه شكل تاني مختلف، يبقى ده كده مركب. لكن طول ما الذرات شبه بعض يبقى انا بتكلم في ايه؟ في عنصر اللي هو الماده بتاعته النقيه. يبقى دالتون اتكلم في النموذج بتاعه وقال ان الدقائق دي دقائق صغيره جدا، العنصر يتكون من دقائق صغيره تسمى ذرات. الذره مصمته ولا مفرغه؟ مصمته، لا يوجد بها فراغ. ذرات العنصر الواحد متشابهه في ايه؟ في الشكل والكتله. الذره عندي تقبل التقسيم ولا لا تقبل التقسيم؟ لا تقبل التقسيم، زي ما قال مين؟ ديموقراطس. المركب عندي عباره عن ايه؟ اتحاد عناصر بنسب وزنيه ايه؟ بسيطه. لحد كده ده لتون. بعد كده ظهر لنا العالم مين؟ تومسون. عالم تومسون ده ما كانش له علاقه بالتركيب الذري، هو كان قاعد بيعمل تجارب على الغازات، بيحاول يحول الغاز اللي هو عازل كهربيا الى غاز موصل للكهرباء. فكان كل تجاربه في انبوبه كده، عمال جايب انبوبه والانبوبه دي عمال يعمل تفريغ للغاز اللي فيها، يعني يسحب الغاز اللي جوه بره، ومأثر عليها بفرق الجهد. مأثر عليها بفرق الجهد. فاللي متوصل بسالب البطارية بيكون اسمه كاثود أو مهبط. تمام؟ واللي متوصل بموجب البطارية اسمه إيه؟ آنود أو مصعد. حلو. بدأ هو يفرغ الإيه؟ الهواء اللي جوه، عمال يفرغ ويطلع الغاز. لما بيفرغ من جوه بيقلل الضغط. ليه الكلام ده؟ الضغط عباره عن ايه؟ عباره عن وزن، أو وزن دقائق الهواء او وزن عمود من الهواء. يبقى انا لما اعمل تفريغ للغاز اللي جوه يبقى انا بقلل الضغط جوه. تمام؟ فانا قللت الضغط الى درجه معينه واثرت بفرق جهد بين الطرفين ده ل 10,000 فولت، بصيت لقيت التيار الكهربي مر، وايه اللي حصل؟ وبدأت تطلع أشعة من هنا تروح هنا بشكل مستقيم بالشكل ده. الأشعة مشت من هنا راحت لهنا. معنى كده إن أنا أول استنتاج معايا في تومسون إن الأشعة اللي خرجت دي أنا سميتها أشعة الكاثود. ليه سميتها أشعة الكاثود؟ لأنها خارجة من الكاثود رايحة للأنود. طيب تسير في خطوط إيه؟ ملتوية ولا مستقيمة؟ يبقى تسير في خطوط مستقيمة. حلو. جيت بعد كده أثرت عليها بمجال كهربي، حطيت قطب موجب وقطب سالب. لما أحط قطب موجب وقطب سالب أبص ألاقي إن الأشعة دي بدأت تنجذب هنا وتخبط وتعمل لي إضاءات في جوانب الأنبوبة. التخبيط ده معناه إيه؟ إنه بينحرف منجذب للقطب الموجب. يبقى هو لما ينجذب للقطب الموجب معنى كده إن هو إشارته إيه؟ يبقى هو عبارة عن جسيمات سالبة الشحنة
تسمى الكترونات. يبقى من اول من اكتشف الالكترونات؟ تومسون. يبقى تومسون عمل ايه في تطور التركيب الذري؟ اكتشف الالكترونات. تمام، يبقى كل عالم اعرف هو عمل ايه. طيب بعد كده قال لي الجسيمات دي او الجسيمات اللي خارجه اللي هي الالكترونات دي بتتاثر بالمجال الكهربي او المجال المغناطيسي. يبقى تتاثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي. تمام، ايه كمان حضرتك؟ قال لك لو قربت ايدك من الانبوبه دي هتلاقي فيها حراره، يبقى له تاثير حراري. يعني اقدر استخدمه في التسخين. ماشي؟ له تاثير ايه؟ حراري، وقال انه سرعته اقل من سرعه الضوء، سرعه الحركه دي اقل من سرعه الضوء. تمام؟ وادانا تومسون ادانا ايه بقى؟ وقال ان السلوك بتاع الاشعه اللي خارجه دي ما بيختلفش لو انا غيرت ماده المهبط. يعني انا ممكن استخدم ماده المهبط دي مثلا حديد، تاني يوم ممكن استخدمها نحاس، تالت يوم استخدمها الومنيوم، هو نفس السلوك بتاع الاشعه اللي خارجه. يبقى هنا سلوك الاشعه بيتغير بتغيير ماده المهبط؟ ما بيتغيرش. طيب اغير الغاز، ممكن تتغير، حتى لو غيرت الغاز برضو مش هتتغير. يبقى هنا لا يتغير سلوك أشعة الكاثود بتغير مادة المهبط أو نوع الغاز. تمام كده؟ لحد كده في تمام حاجة مش مفهومة؟ حلو أوي. فتومسون هنا توصل لحاجة اسمها النموذج. النموذج بتاعه كان إيه؟ قال إن الذرة دي عبارة عن كورة كده، الكرة دي موجبة الشحنة، تمام، وبداخلها جسيمات سالبة الشحنة، وقال إن عدد الشحنات الموجبة هتتساوى مع عدد الشحنات السالبة. يبقى عدد الشحنات الموجبة تتساوى مع عدد الشحنات السالبة، وده اللي بيخلي الذرة متعادلة كهربية. خلى الذرة إيه؟ متعادلة كهربية. طيب لحد متعادلة كده تومسون، كهربائية. لحد كده عندنا العالم راذرفورد. راذرفورد دوت كان عليه افكار بس ما عملهاش تجربة. جه جايجر ومارسدن اللي هم اصحابه بدأوا يطبقوا الافكار ديت. عملوا ايه عشان يطبقوا الافكار دي؟ كان راذرفورد قايل لهم ان هو عايز يجيب صندوق رصاص من مادة الرصاص، عشان مادة الرصاص مضادة للإشاعات، ويسيب فتحة معينة ويحط فيها هنا مصدر لأشعة ألفا الموجبة، والمصدر دوت يستقبله على لوح معدني. اللوح المعدني ده مدهون بزد ان اس، كويس، وبدأ يطلع عليه أشعة ألفا الموجبة في شكل خطوط مستقيمة. أشعة ألفا الموجبة عشان تخرج في خطوط مستقيمة بتدينا هنا إضاءات. حلو، الإضاءات دي دلت على إن الأشعة وصلت. طب راذرفورد كان بيبحث في التركيب الذري، كان بيقول ايه؟ ان احنا لو حطينا رقيقه من رقائق الذهب، رقيق الذهب لازم تكون رفيعه جدا. ليه؟ علشان كاني بالظبط بحط الذرات جنب بعض. وبختبر ايه؟ بختبر هل الاشعه اللي انا هحطها هنا لو عدت في فراغ مش هتمر وتعدي؟ طب لو عدت واصطدمت بشيء هتمر؟ مش هتمر. يبقى انا هنا هختبر هل الذره فيها فراغات ولا لا. يبقى راذرفورد كان بيدور هل الذره فيها فراغ ولا لا. يبقى تجربته كانت تجربه نفاذيه، فحط عندي رقيقه الايه؟ الذهب في مسار حركه الايه؟ اشعه الفا. بص لقى ان عندي اشعه الفا دي في جزء فضل على استقامته في نفس الموضع الاصلي، وجزء على الموت اسفل الموت. طب وايه كمان؟ قال لك وفي بعض الاجزاء ما نفذتش ابدا وارتدت على الجانب التاني، ودتني هنا اضاءه. يبقى في هنا اضاءه وفي هنا اضاءه، وفي الاضاءه الاصليه وفي اضاءه هنا. معنى ايه الكلام دوت؟ نشوف بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي. انا عندي الذره كده وجواها نواه.
لو انا عندي اشعه الفا عدت هنا في الفراغ، ايه اللي هيحصل لها؟ هتعدي على استقامتها. طب عدت هنا هتعدي على استقامتها. طيب جت تقرب هنا، النواه عندي هنا كانت موجبه واشعه الفا هنا اللي داخله موجبه، هيحدث تنافر، التنافر هيخليها تنحرف، تنفذ ولكنها ايه؟ تنحرف، هتدي اضاءه في مكان مختلف. طب لو الاشعه الفا دي جت اصطدمت بالنواه على طول، ايه اللي هيحصل؟ هترتد في الجانب الاخر، يبقى هتيجي على اللوح المعدني وهتعمل اضاءه في الجانب الايه؟ الاخر هنا. تمام؟ يبقى في كام سلوك لاشعه الفا؟ ثلاث انواع. يا اما الاشعه هتمشي على استقامتها وتعدي وتروح الموضع الاصلي، وده دليل على وجود فراغ. يبقى هنا دي دليل على وجود فراغ. تمام. طب الاعلى واسفل الموضع الاصلي دليل على الاقتراب من النواه الموجبه، حدث تنافر. الاقتراب من النواه الموجبه فحدث تنافر. طب الامتداد معناه ايه؟ معناه اصطدم بجسم ذو كثافه عاليه اللي هو النواه. تمام؟ وارتد ولم ينفذ. لحد كده في حاجه مش مفهومه؟ لا بس تمام. طيب الجزئيه اللي هو اتكلم فيها رذرفورد توصل لحاجه، قال احنا توصلنا دلوقتي ان الذره معظمها فراغ. الذره معظمها فراغ، ماشي، دي اول حاجه. ايه كمان توصلت له يا رذرفورد؟ قال ان النواه عندي موجبات الشحن. ايه كمان؟ ان النواه عندي ذو كثافه عاليه، يعني متركز فيها الكتله. تمام. والفراغ المسافات كبيره جدا ما بين النواه وبين الالكترونات، يبقى الفراغ كبير جدا جدا في الذره. طيب وايه كمان يا راذرفورد؟ قال لي اهم حاجه ان انا اكتشفت ان الذره دي مش بسيطه زي ما احنا بنفكر فيها، لا، الذره دي معقده التركيب، بتشبه بالظبط المجموعه الشمسيه. الشمس هي الايه؟ هي النواه. طب واللي بيدور حواليها مين؟ الالكترونات اللي هي الكواكب. تمام. يبقى راذرفورد شبه الذره بالمجموعه الشمسيه، بالمجموعه الايه؟ الشمسيه، بناء على السلوك اللي ظهر لجسيمات الفا في التجربه بتاعته، اللي نفذ على استقامته يبقى دليل على وجود فراغ ذري ما بين النواه وبين الالكترونات. اللي حصل فازية مع كان قريب من النواه الموجبه، طب انا موجب وهي موجبه، هيحصل بينا ايه؟ تنافر. التنافر ده خلاني بعدت عن الموضوع الاصلي. تمام. السلوك الثالث الارتداد، ده وانا جسم ذو كثافه عاليه، ايه من الكثافه عاليه ده؟ اللي هو النواه الموجبه. فقال لي ما تقدرش تنفس خلالي، انا كتله عاليه كثافه عاليه، ما تقدرش تنفس، كانك بتصد في جدار. فصد ورجع تاني، حصل له ارتداد زي اللي بيشوط كوره بالظبط، ورجعت في الجنب التاني ادت اضاءه. خلاص وصلنا كده لحد رذرفورد. بعد رذرفورد كده ندخل في اللي بعده، في حاجه مش مفهومه؟ تمام طيب خد لقطه شاشه. طيب تمام خلاص. ماشي. بعد عندنا رذرفورد هنا هيبتدي نتكلم على العالم رقم 7 اللي هو بور. بور او اسمه بوهر. العالم بور ده لما جه يتدخل في موضوع التركيب الذري، هو ما كانش يقصد تركيب ذري ولا حاجه، كان في عندنا علماء فيزياء قاعدين يبحثوا في موضوع الاطياف اللي بيخرج من العناصر. الطيف ده يعني معناه اضواء معينه بتخرج من العناصر، لما هما بيحرقوها، لما هما بتكتسب طاقه، حاجه زي كده. المهم علماء الفيزياء فشلوا ان هما يفسروها خالص، بقى يحاولوا يدخلوا يحاولوا يفسروها ما فسروهاش. دخل لهم العالم بور، والعالم بور هنا دخل قدر يفسر بس الطيف بتاع ذره الهيدروجين. لما بور قدر يفسر طيف ذره الهيدروجين اخذ فيه جائزه ايه؟ جائزه نوبل في الفيزياء. طيب بور كان بيتكلم ايه؟ اساس كلامه، اساس موضوعه اللي هو انا عندي النواه اهي. النواه دي حواليها مستويات طاقه. ماشي؟ نفترض كده ده اول مستوى في الكترونات، ثاني مستوى. وهنا مثلا في التالت. ايه اللي بيحصل في الذره دي؟
نفترض ان انا عندي الكترون هنا اكتسب طاقه، الالكترون اللي اكتسب طاقه ده لازم يكتسب طاقه تساوي الفرق بين المستوى بتاعه والمستوى اللي بعده، لازم بيساوي النقطه دي كلها. طب ما هينفع ياخد طاقه شويه صغيرين؟ لا، ما هو ممنوع يقف في النص، لازم ياخد طاقه تكفيه يمشي المشوار بتاعه كله عشان ينتقل هنا. طب كميه الطاقه دي بور سماه ايه؟ سماه كم؟ او كوانتم او فوتون. يبقى هيكتسب قد ايه طاقه؟ يا كم، يا كوانتم يا فوتون، عشان ينتقل للمستوى الاعلى. طب المستوى الاعلى الالكترون ده هيقف رايق ولا هيقف قلقان؟ هيبقى غير مستقر، هيقف غير مستقر. طب لما يقف غير مستقر الاسهل ليه يعمل ايه؟ يفقد الطاقه بتاعته دي ويرجع مستواه الاصلي. وهو بيفقد الطاقه وراجع بيطلع منه حاجه اسمها الطاقه على شكل ضوء او طيف ضوئي او طيف انبعاث، اي اسم معانا ماشي. خلاص، الطيف الانبعاث لما بيطلع من هنا بيكون مش واضح، داخل في بعضه مخلوط عامل شبه الضوء الابيض كده. احنا لما بنشوف الضوء الابيض ده عباره عن مخلوط من 7 الوان اللي هم الوان الطيف السبعه بتوع قوس قزح، فبيبقوا طالعين بنفس الطريقه مخلوطين. فانا عشان افسرهم واشوفهم ببتدي اعديهم على جهاز اسمه مطياف. الجهاز اللي اسمه مطياف ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا واخدينه في ثانيه اعدادي، منشور زجاجي. منشور الزجاجي ده بيعمل ايه؟ يفكك الضوء او يحلل الضوء. يبقى يفكك او يحلل الضوء. دخل عنده الاضواء دي بدات تتفك كده 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 كده، تمام؟ بدات تخرج، كل واحد يخرج كده. لما يخرج انا هعمل ايه؟ استقبله على لوح فوتوغرافي. لما استقبله على لوح فوتوغرافي هلاقي مثلا ده اضاءه احمر، ده ازرق، ده اخضر، ده بنفسجي، وما بينهم اظلام. اظلام فبيظهر في شكل ايه؟ حاجه كده زي شريط، الشريط ده فيه خطوط بس، الخطوط ده كل خط بلون، فعشان كده بسميه طيف خطي. الطيف الخطي ده مميز للايه؟ للعناصر، لانه مرتبط بعددها الذري، يبقى مميز للعنصر، بيبقى من ضمن العناصر، من ضمن الخواص الاساسيه للعنصر، يعني حاجه مميزه. لو ما ينفعش عنصرين يبقى ليهم نفس الطيف الخطي. لحد كده حد فاهم بوهر بيتكلم في ايه؟ تمام، تمام. وصلنا كده بوهر. بعد بوهر على طول وصلنا للنظريه، النظريه الذريه الحديثه. النظريه الذريه الحديثه معايا 3 علماء. ايه الـ3 علماء؟ الاول معانا اللي هو دي براولي، كل دول بيبحثوا في الايه؟ في التركيب الذري. وتاني واحد عندنا هايزنبرج، وتالت واحد عندنا شرودنجر. عملوا ايه؟ اول واحد دي براولي عمل ايه؟ جه دي براولي قال له يا بور انت غلطت في حاجه لو سمحت. قال له ايه غلطت في ايه؟ قال له انت قلت الالكترون دوت له خصائص ان هو جسيم، قلت على الالكترون ان هو جسيم ماشي، بس تجاهلت انه له خصائص موجيه. ايه الخصائص الموجيه اللي بتتكلم عليها دي يا براولي؟ قال لك مش الالكترون بيتحرك بيلف حوالين النواه؟ قال له اه. قال له كمان بيتحرك من مستوى لمستوى؟ قال له اه. قال له طيب طالما بيتحرك مكان لمكان يبقى له خصائص موجيه، يعتبر موجه زي موجه البحر كده ما بتتحرك. انت تجاهلت ان له خصائص موجيه. فدي براولي قال لا، الالكترون جسيم وله خواص موجيه. له خواص ايه؟ موجيه. يبقى للالكترون طبيعه مزدوجه. ده كلام دي براولي، وقف على كده. طيب جه معانا العالم مين؟ هايزنبرج. هايزنبرج قال له يا بوهر انت غلطان في حاجه، ايه الحاجه اللي انت غلطان فيها دي حضرتك؟ قال لك انت قدرت تحدد مكان الالكترون وسرعته، طب ازاي تحدده وده عمال يلف ويدور حوالين النواه؟ طب انت هتحدده ازاي؟ ده انت عبال ما تتكلم هيكون مشي. فقال له لا، صعب التحديد. طب صعب التحديد، طب انت هتغير لي كلامي؟ قال له لا، ما تغيرش، هغير لك كلامك بس يكون مع مبدأ عدم التأكد. يعني اقول ده موجود كده في الحتة الفلانية وسرعته قد كده مع عدم التأكد او مع الاحتمالات او تحت مبدأ الاحتمالات.
ماشي، فاتشهرت بهايزنبرج بمبدأ عدم التأكد. تمام. جه بعد كده العالم معانا مين؟ التالت شرودنجر. شرودنجر قال له لا انا مكبر دماغي، انا هعمل ايه؟ انا هلم رأي اصحابي وهعمل منه اللي انا عايزه. قال له هتلم مين؟ قال له اولا حضرتك، يبقى دي براولي هيدخل. ثانيا هايزنبرج صاحبي اللي داخل معانا بمبدأ عدم التأكد. بعد كده عندنا مين؟ عندنا اينشتاين كان وقتها. تمام؟ وعندنا كمان بلانك. لم الاربعه اصحابه دول واخد ارائهم وكون حاجتين. ماشي؟ كون النظريه الميكانيكيه الحديثه، النظريه الميكانيكيه والمعادله الموجيه. طب المعادله الموجيه دي عملت فيها ايه يا شرودنجر؟ قال لك توصلت لحاجتين مهمين قوي، السحابه الالكترونيه ماشي والاوربيتال. طب السحابه الالكترونيه دي عباره عن ايه عشان افهمها؟ قال له شايف النواه دي؟ قال له اه. كل الفراغ اللي حواليها ده سحابه الكترونيه. يعني ايه سحابه الكترونيه؟ قال له يعني محتمل تواجد الالكترون في اي حته من الكلام دوت. الالكترون موجود في اي حته من الجزئيه دي. طب الاوربيتال ايه؟ قال لك دور على المكان اللي اكثر تواجد للالكترون، هسميه اوربيتال. يعني هو لو هنا كل احتمالاته بس في جزئيه بيزيد الاحتمال يبقى هو ده الاوربيتال، في جزئيه بيزيد فيها احتمال وجود الالكترون تبقى دي الاوربيتال. خلاص، يبقى اسحابها الالكترونيه والايه والاوربيتال. المعادله الموجيه عندنا دي اللي احنا بنتكلم فيها معادله يعني اعداد. معادله يعني ايه؟ معادله يعني ايه اعداد. طيب مرحبا. الاعداد دي بتوضح ايه؟ قال له معايا اربع اعداد مهمين. بيعملوا ايه الاعداد ديت معاك؟ قال لك بنحدد بيهم عنوان الالكترون في الذره. يعني ايه عنوان الالكترون في الذره؟ قال له طب واحده واحده، انت معاك ان، ده عدد كم رئيسي او رتبه الالكترون، وعندك ال، عدد كم ثانوي بيحدد المستوى الفرعي اللي موجود في الالكترون، وبعدين عندك ام ال، ده عدد كم مغناطيسي اللي هو رقم الاوربيتال بتاعه، وعندك ام اس اللي بيحدد الالكترون ده جوه الاوربيتال بتاعه ماشي مع عقارب الساعه ولا ضد عقارب الساعه. طيب لحد كده خد لقطه الشاشه عشان همسح ونكمل. تمام خلاص. تمام ماشي، وصلنا بس عشان ايه ما نقطعش ليه الفكره. تمام لحد كده هنا ماشي. دلوقتي قال لك احنا في المعادله الموجيه هنوصل لاعداد تحدد لنا عنوان الالكترون في الذره. طب لحد كده تمام قوي. عندك ان دي الرتبه بتاعه المستوى الرئيسي، رتبه الرئيسي بتبقى من 1 لـ 7. طب وال ده ايه لو سمحت؟ قال لك انت عندك مستويات فرعيه، ده المستوى الفرعي. طب المستوى الفرعي انت عندك ايه؟ عندك اس وعندك بي وعندك دي وعندك اف. لو انت اللي عندك اس يبقى ال ليه بصفر، لو اللي عندك بي يبقى واحد، لو الدي باتنين، لو الاف بتلاته. طب عندك ام ال، ام ال ايه؟ ما تتكلمش، ده الرقم اسفل الاوربيتال. يعني ايه حضرتك؟ يعني لو انا عندي كده بي والبي دي رقمها ايه؟ سالب واحد صفر موجب واحد، يبقى انا لما اجي اتكلم على الام ال يبقى هيبقى يا سالب واحد يا صفر يا موجب واحد. طب لو انا ما عنديش بي عندي يا دي، هزود هنا سالب اتنين وهنا موجب اتنين. طب لو انا عندي اف هزود هنا سالب تلاته ومن هنا موجب تلاته. يبقى عندي الام ال هو الارقام اسفل الايه؟ الاوربيتالات. طب ام اس؟ قال لي دور على اتجاه الالكترون جوه الاوربيتال، اتجاه الالكترون داخل الاوربيتال. طب الاتجاه الالكترون ازاي؟ اذا انت مع عقارب الساعه لفوق يبقى موجب نص، اذا حضرتك عكس عقارب الساعه لتحت يبقى سالب نص. عندك احتمالات تاني؟ مفيش. يبقى اعداد الكم الاربعه قسمناهم بالشكل دوت. جه بعد كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا احنا عايزين طب توزيع الالكترونات، انت وصلت معانا للالكترونات وقدرنا نوصل لعنوان الالكترون.
طيب ازاي بقى التوزيع بتاع الالكترونات هيمشي؟ عندنا في مبادئ التوزيع ثلاث طرق كلهم بيكملوا بعض، اللي هي مبدأ بولي، وعندنا مبدأ البناء التصاعدي، وعندنا قاعدة هوند. تمام؟ مبدأ بولي، في حد واقف معاه في حاجة؟ ها؟ لا تمام. تمام. مبدأ البناء التصاعدي، مبدأ البناء التصاعدي ايه الدنيا معاكم؟ اللي هو عندنا، طيب يوسف، تمام، تدخلت امتى يا يوسف؟ طيب احنا معانا 2 يوسف صح؟ ثواني بس اكتب الحلول. يوسف، طب اللي محتاج سؤال يقول يوسف. شذا، شذا، منا، عائشة، منا، عائشة، تمام. في حد كده ما كتبش اسمه؟ واحد اتنين في تلاتة. سارة كمان، نعم، في سارة بس سارة. كانت موجودة وطلعت، عارفة شكلها كانت تمام، موجودة وطلعت. تمام. احنا عندنا في محمد صح؟ ماشي تمام، دول كده اللي موجودين. وسارة كانت موجودة وخرجت، مفيش مشكلة. ماشي تمام. بعد كده وصلنا لمبدأ بولي. ماشي يا محمد، ماشي. بعد كده وصلنا لمبدأ بولي ومبدأ البناء التصاعدي وإيه وقاعدة هوند. طيب نتكلم كده فيهم كده سريعا. همسح، ها، مش عارفه انت ما همسح خلاص. تمام. خدتي قطع الشاشه ولا ما خدتيش؟ ها، لا ما كنتش خدت استمرار يعني. والله خدي شويه الباقيين، يعني هيمشوا برضه، تمشي الدنيا يعني. تمام خلاص، تمام تمام ماشي. بعد كده خلاص فضلت. خلاص احنا كده وصلنا يعتبر لاخر حاجه، اللي هي مبدا بولي ومبدا البناء التصاعدي وقاعده هوند. والاهم معانا هو مبدا البناء التصاعدي وقاعده هوند. مبدا البناء التصاعدي قلنا بنمشيه ازاي؟ بالايه؟ بالطريقه، الطريقه بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول اس اس، بس بس، دبس دبس، فتدبس فدب. طيب الطريقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ترتيب مستويات الطاقه الفرعيه حسب الطاقه، حسب الطاقه. عندي مستوى الطاقه اس بيبتدي معايا من المستوى الرئيسي كام؟ الاول، يبقى واحد اثنين، احط رتبته، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. المستوى بي بادئ معايا من ايه؟ من المستوى الثاني، يبقى رتبته اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة. المستوى الثالث في الفرعي دي بادئ معايا من المستوى الرئيسي الثالث، 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي. المستوى الرابع في الفرع اف بادئ معايا من المستوى الطاقة الرئيسي الرابع، يبقى 4 اف 4 5 اف. خلاص، اي عندي مستوى فرع اس بيتملى بكام الكترون؟ باثنين، يبقى كل الاسات هيتملى باثنين. تمام، كل عندي الاسات اتملى باثنين. بعد كده البي اتملى بكام؟ في ثلاثة اوربيتال اتملى بستة، يبقى ده ستة وده ستة وده ستة وده ستة وده ستة وده ستة. طيب بعد كده الدي عندي بيتملى بكام؟ في خمسة اوربيتال يتملى ب 10، ده 10 10 10 10. بعد كده عندي المستوى الفرعي اف بيتملى بكام؟ ب 14، في 7 اوربيتال، يبقى هياخد 14 الكترون. طب التوزيع اللي انا عملته ده عباره عن ايه؟ توزيع مبدا البناء التصاعدي. لو انا عندي عنصر عدده الذري 20، امشي فيه ازاي؟ 1s2 2s2 2b6 كده 10، وبعدين 3s2 3b6 4s2 كده 10 كمان، يبقى كده ال 20. يبقى انا عندي الكالسيوم 20، توزيعها هقول عليه السطر ده بس. طب لو انا عندي عنصر زي زد ان 30،
هقول توزيع سبق مبدأ البناء التصاعدي ازاي؟ هقول 1 اس 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 وبعدين اوصل ل 3 دي 10 لحد هنا. يبقى انا عندي مبدأ البناء التصاعدي انا هستخدمه كتير، فلازم بحفظه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. كل حاجه مقطع بناخده مرتين، اس اس وبعدين بس بس دبس دبس فدبس فدب، تمام؟ كل مقطع بيكون اتنين ما عدا الاخير بيبقى الاس في الاخير محذوف. كويس؟ وببتدي بيه بالشكل ده. واحنا طبعا دربنا زمايلنا، اللي ما اتدربش هيكتب واجب من اكس 5 ماشي لحد اكس 50. يبتدي يطلع اكس 5 هتبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1 ماشي واملة. طيب عندنا برضو قاعدة هوند عشان نبقى ما فوتناش حاجة. لو عندي مثلا ذرة زي ذرة الأكسجين 8 عايزة أوزعها تبع قاعدة هوند، ما أقدرش أوزع تبع قاعدة هوند إلا لما أوزع الأول بناء تصاعدي. يبقى هتبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. خلاص؟ ليه حطيت البي 4؟ البي ياخد اقل من عدد امتلاءه عادي. تمام يا يوسف ماشي تمام. البي ياخد اقل من عدد امتلاءه عادي بس ما ياخدش اكتر من 6، يعني ده اقصى امتلاء لي 6. فانا ايه حطيت في البي 4. طب ده يتوزع ازاي؟ ال 1 اس 2 ده الاقل في الطاقه،